السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. في هذه الحصة هذه ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا تمرين فيه دراسة دالة دراسة شاملة. شفنا جوج دوال سابقة، دالة جذرية فونكسيون راسيونيل، ودالة معرفة بالأجزاء فونكسيون ديفيني بار بارتي. غادي تلقى الروابط ديالهم في صندوق الوصف. اعتذر. الجديد في هذه الدالة هذه اللي كتلاحظوا امامكم راه دالة بسيطة في الدراسة ديالها، حتى في ليميت ديالها دومين دو ديفينيسيون ما الى ذلك، شي حاجة اللي هي بسيطة. انا ماشي الهدف ديالي من التمارين اللي كنعطي او اللي كنشرح هو اني نعقد الامور، لا ماشي هذا هو الهدف ديالي. سنو نعطيك دالة اللي ما يمكنش انك تخرجها ولكن ما غتستفد حتى حاجة. الهدف ديالي هو نشرح لك شي حوايج اللي مهمين انك تعرفهم كاساس، تكون عندك بعدا لاباز. عاد ديك الساعه الا تعطاك اي تمرين على الاقل كيكون عندك دوك المفاتيح، دوك السوارت، دوك السوارت كيكونوا عندك. والداله راه كتختلف من تمرين لاخر، ما يمكنش انك تحصر الدوال كلهم وتقول غادي نخدم هذه، راه الا خدمت وحده ولا جوج ولا ثلاثه راه غادي يمشي للفرد، غادي نجيب نقطه مزيانه. لا، واخا تخدم حتى 20 داله ممكن الفونكسيون اللي كتعطاك ما غاديش تعرف كيفاش تخرجها. وهذا اللي وقع الكلام في السنه الفارطه، في السنه الفارطه هذا الشيء اللي وقع الكلام. اشنو داروا؟ خدموا الوطنيات بزاف، يعني خدموا الوطنيات بديك النمطيه، وملي مشاو تلاقاو دالة اللي هي في الحل ديالها وفي الخدمة ديالها شي حاجة اللي هي بسيطة ماشي صعيبة، ماشي لذاك المستوى المهول الصعب اللي كيخلع الكلام. دالة اللي هي عادية، ولكن شنو ترى الكلام ده هما خدموا بديك النمطية، كيخدم يعني دوك الوطنيات كيتعاودوا. كيمشي الوطني ما كيلقاش داكشي اللي خدم، كيقول لك لا ما عرفتش. ولكن الا عندك السوارت باش تخدم الفونكسيون، الا عندك دوك لي كلي باش كنخدموا لي فونكسيون، راه اي فونكسيون تعطاتك غادي تجاوب عليها وغادي تخدم عادي. دونك حنا الهدف ديالنا هو ناخذ هاد المفاتيح هادو، والهدف ديالنا من هاد التمرين اللي درتو بسيط باش دغيا نجاوبوا عليه وندوزو للفقره المهمه اللي فيها متتاليه مرتبطه بداله. يعني هاد التمرين هذا مخالف لدوك التمارين اللي خدمنا في لي فونكسيون، هذا تمرين فيه متتاليه مرتبطه بداله على بركه الله. دونك كيفاش نحددوا مجموعه التعريف؟ مجموعة التعريف حنا كنعرفو كاين عندنا جوج ديال الشروط، الجدر والكسر. إلا عندنا الجدر الداخل ديالو خص يكون موجب، وإلا عندنا الكسر التحت ديالو خص يكون فوالا، خص يكون يخالف الصفر. دونك شنو عندي هنا؟ هنا عندي الجدر، ولكن رد البال راه ما عنديش الكسر. واخا عندك اكس مقسوم على جوج، حيت عندك غير جوج، ما عندكش اكس في المقام ولا اكس ناقص واحد ولا اكس زايد واحد، عندك غير جوج. شنو غادي ندير؟ قلنا دي دو اف ايتيغال اكس ابارتيان ا تلك اكس بلس 1 خص تكون موجبه تساوي اكس تنتمي الى، عندنا معادله عاديه ما فيهاش شي حاجه، ما فيهاش استثناء متطابقه عامه او لا حدوديه على حدوديه من الدرجه الاولى، اكس اكبر من او تساوي ناقص واحد وكدير موان زان بلس لانفيني. إذن دونك دي دو اف كتساوي ناقص واحد زائد ما لا نهاية، درجة أن السهولة ديال هاد الدالة أنا ما فيهاش كاع المحداد، المحد الوحيد اللي فيها بلوس لانفيني. إلا قال لك احسب نهاية عند المحداد غتحسب النهاية في بلوس لانفيني فقط. دونك احسبوا النهاية في بلوس لانفيني اثنان لنحسب دو كالكيلو ليميت اون فازاج دو بلوس لانفيني دو اف دو اف دو اكس. ليميت بلوس لانفيني دو اف دو اكس ايتيغال، هنا غادي نعوض اف اكس بالتعبير ديالها، غنعوض اف اكس بالتعبير ديالها. نشوفو بعدا شنو عندنا، اكس على جوج جدر اكس زايد واحد شحال كتساوي؟ نتمنى ان تكونوا فعلا جاوبتو، لان النهاية عادية ما فيهاش شكل غير محدد. هنا هذا اكس غيعطيني لانفيني، بلس لانفيني على جوج غتعطيني بلس لانفيني، دونك هذا بلس لانفيني، وهذا غيعطيني بلس لانفيني، الجداع ديالهم غيعطينا زائد ما لا نهايه. وكنقول لكم ديما ما ديروش ديك زائد ما لا نهايه في زائد ما لا نهايه، خصوصا في الوطني. كار جوستيفي لا ريبونس ديالك، لان علاش عطاتني لانفيني؟ حيت ليميت بلس لانفيني ديال اكس على جوج كتساوي بلس لانفيني، والليميت في بلوس لانفيني ديال جدر اكس زايد واحد كتساوي بلوس لانفيني. فوالا،
نمشيو دابا نحسبوه. الا بغينا ندرسو الفرع اللانهائي، اشنا هي النهايه المواليه اللي غادي نحسبوه؟ فكر مزيان. الا بغينا ندرسو ندير ليتيد ديال لا برونش انفيني، اشنا هي النهايه اللي غادي نحسبوه؟ فوالا تري بيان. دونك هنا النهايه اللي غادي نحسبوه هي كالكيلون ليميت بلوس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس. غنحسبوها هاد النهاية، هاد النهاية ديال اف اكس على اكس. علاش؟ حيت قلنا في الفروع اللانهائية باش ندرسو الفروع اللانهائية، إلا حسبت الليميت ديال اف اكس في لانفيني وعطات لي لانفيني، كنمشي للمرحلة الثانية ديال اف اكس على اكس، وفيها ثلاثة النتائج محتملة. نشوفو شنو غتخرج لينا بعدا. ليميت بلوس لانفيني دو اف دو اكس سور اكس ايتيغال هي النهاية بلوس لانفيني ديال اش؟ نعوض اف اكس بالتعبير ديالها عادي، اكس على اثنان جذر اكس زائد واحد مقسوم على اكس، وهاد جوج ممكن نهبطو لضحك. غتعطيني ليميت بلوس لانفيني اكس جذر اكس زائد واحد على ماذا؟ على اثنان اكس. ثم نختزل باكس، غتبقى ليا جذر اكس زائد واحد على اثنان اللي هي بلوس لانفيني. علاش؟ لان كار ليميت بلوس لانفيني راه قلناها في النهاية الاولى غتعطي ليها بلوس لانفيني. واخا الا قال لك عطيت اولا ناسيا النتيجه المحصل عليها، اولا قال لك ديتيرميني لا ناتور ديال هاد البرونش انفيني، اشنو هي الطبيعه ديال هاد البرونش انفيني؟ واش هو اسامبتوت، واش هو اسامبتوت ولا برونش بارابوليك؟ يعني واش هو بالعربيه مقارب اولا فرع شجمي؟ فكر مزيان. عندك اف اكس على اكس عطاتك لانفيني، اف اكس على اكس ملي كتعطينا لانفيني الفرع اللانهائي اللي عندنا هو فرع شلجمي في اتجاه محور المعلم. واش محور لافاسون ولا الاراتيب؟ محور الاراتيب. فرع شلجمي في اتجاه محور الاراتيب بجوار بلوس لانفيني. برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني او فوازيناج دو بلوس لانفيني. دونك نكتبو هاد الجمله هادي، نخدو هادشي هذا. نكتبوها هاد الجملة هادي، دونك سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني au voisinage de plus l'infini. إذن سي دو اف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار بلوس لانفيني. فرعا شلجميا في اتجاه محور الأراتيب بجوار بلوس لانفيني. الا عطاتنا اف اكس على اكس عطاتنا صفر راه في اتجاه محور لا فاصيل. الا عطاتنا عدد كندوزو للمرحله المواليه اللي هي اف اكس ناقص اكس حتى هي فيها جوج. الا عطاتنا عدد حتى في ديك المرحله الاخيره عطاتنا عدد هنا مقارب مائل، اتفقنا مقارب مائل معادله واي كتساوي اكس زائد بي. الا عطاتنا لانفيني فرع شلجمي في اتجاه المستقيم ديال المعادله واي كتساوي اكس. دونك النهايات الدور ديالهم هو كنحددو بهم الفروع اللانهائيه لي برونش انفيني. نمشيو دابا نشوفوا قابلية الاشتقاق، حيت ملي كتكون الجذور، ملي كيكون الجذور ديما كيكون داك السؤال ديال قابلية الاشتقاق، ماشي ديما اكيد على حسب الفونكسيون ديالنا، المهم كيكون داك السؤال ديال قابلية الاشتقاق. السؤال هنا جوج ثلاثة، لندرس قابلية اشتقاق الدالة على اليمين في ناقص واحد. Étudions la dérivabilité de f à droite en moins 1. صافي راه كنحاول نكتب بالعربية وبالفرنسية على حسب الناس اللي كيقروا بالعربية وبالفرنسية. دونك كيفاش غادي نديرو ليتود لا ديريفابيليتي، دراسة قابلية الاشتقاق في
ماشي في مجال، ماشي على مجال الله يرضي لكم. هنا في عدد سواء يمين ولا يسار، فكر مزيان بما مسحت الطابلو، وممكن انك توقف لا فيديو وخدمها انت، خدمها شوف شنو كتعرف قابلية الاشتقاق. بما انك كتوجد الفرد يعني ضروري تكون عندك الاساسيات، يكون عندك الاساسيات باش تخدم. ما عرفتيش تبع معايا لا فيديو ان شاء الله تعالى غادي تتعلم شويه بشويه. باش نديرو لا ديريفابيليتي خصنا نحسبو، نكتب بالاحمر باش تبان. لا ليميت اكس يؤول الى ا سواء يمين او يسار ديال اف لي اكس ناقص اف لي ا على اكس ناقص ا، الى عطاتني عدد ولا الى عطاتني لانفيني. هنا كنقول بلي ان اف قابله للاشتقاق، هنا كنقول بلي ان اف غير قابله للاشتقاق، صافي. دونك اف قابله للاشتقاق الى خرجت ليا هاد النهايه عطاتني عدد، الى عطات ليا لانفيني دونك غير قابله، غير قابله للاشتقاق. نمشيو نشوفو شنو غتعطينا. قلنا هنا غادي نحتاج الصوره ديال هاد العدد، غادي نحتاج الصوره ديال هاد العدد. نمشيو نحسبوها. قلنا اف موان زان ايتيغال موان زان سيغ دو غاسين موان زان بلوس ان. عوض فقط اكس، عوض اكس في الداله ديالي بناقص واحد، غتعطيني ناقص واحد زائد واحد صفر، ناقص واحد على جوج هي صفر. دونك لدينا، نمشيو نحسبو دابا النهايه، نمشيو نحسبو النهايه. ليميت فين غنحسب النهايه؟ في ناقص واحد. اش قال لي؟ قال لي على اليمين، على اليمين ديالاش؟ واش ديالي في الاكس؟ ما كندرسوش الاتصال. الا بغيتي درتي في الاكس هنا يعني انك كدرس الاتصال، هنا لا، قابليه الاشتقاق فيها القاعده انك تحسب النهايه ديالي في الاكس ناقص اف لي ناقص واحد على اكس ناقص ناقص واحد. هاد الناقصات اللي كاينين عندنا هنا هادو ديال القواعد. نمشيو دابا نحسبوها، غتعطينا ليميت ناقص واحد بلس، نعوضو اف اكس بالتعبير ديالها اللي هو اكس على جوج جدر اكس زائد واحد، وهنا غتعطيني اكس زائد واحد، هنا ناقص اكيد ناقص صفر، كتساوي ماذا؟ ليميت شنو غيبقى ليا؟ صفر راه ما عندي ما ندير بيه، غيبقى لي هذا على هذا. وشنو هو الهدف ديالي؟ الهدف ديالي هو انني دائما وابدا، دائما وابدا الاخوان كنعملو بإكس ناقص أ، دائما وأبدا كنعمل كنفاكتوريزيو بإكس موان أ. هنا عندي الجدر ما كيخلينيش نعمل، لاحظ معايا هنا عندي جدر ما كيخلينيش نعمل، حيت خصني نعمل بإكس ناقص ناقص واحد اللي هي فوالا إكس زايد واحد، ولكن ما يمكنش ليا نعمل هنا. أش كندير؟ كندير الضرب في الموافق ماشي المرافق، الضرب في الموافق. غندير هنا مضروبة فاش؟ في جدر إكس زايد واحد، وهنا مضروبة جدر اكس زائد واحد، يعني كنضرب في نفس الجدر بوسط المقام. شنو غتعطيني؟ غتعطيني اكس على جوج جدر اكس في جدر اكس، غتعطينا جدر اكس زائد واحد مربع على اكس زائد واحد جدر اكس زائد واحد. شنو غندير دابا؟ غنحيد اس، غنحيد عفوا الجدر مع الاس، غتعطيني حيت الدور الموافق هو ازاله الجدر، كذلك المرافق اكس زائد واحد. شفتو ها هي بنت، بنت اكس اكس زائد واحد اللي كنقلب انني نحيدها، نحيدها نختزل بها. اون فوا بنت ليا اكس زائد واحد الفوق والتحت مشات، كتبقى ليا، كتبقى ليا ليميت موان زان بلوس ديالاش اكس، وهاد جوج راه ممكن نبطها لتحت جوج جدر اكس زائد واحد. ونعوض تعويض مباشر، غتعطي ليا ناقص واحد على ماذا؟ شوف معاها، الى عوضتي بناقص واحد هنا غتعطيك جدر ناقص واحد زائد واحد اللي هي جدر صفر. دونك هنا صفر موجب، ما محتاجش ندرسوا الاشاره ديالو، حيت ملي كيكون الجدر ولا استثنان داكشي اللي في المقام استثنان او اللي فيه الجدر وعطاك صفر يعني راه صفر بلس، ما يمكنش يكون صفر موان. دونك ناقص واحد على صفر بلس موان لانفيني. غندير هنا الفوق، علاش هذا سينو كتبها هنا التعليل دائما كاغ، لان ليميت موان زان بلوس ديال اكس عطات ليا ناقص واحد، والليميت ليميت موان زان بلوس ديال جدر اكس زائد واحد عطات ليا صفر، صفر بلوس. ودائما عدد سالب على صفر موجب
كتعطيني مؤلم فيني. دونك هنا الداله واش قابله للاشتقاق ولا غير قابله؟ تري بيان، غير قابله للاشتقاق. لا فونكسيون ني با ديريفابل ا دووات او موان زان. لا فونكسيون ني با ديريفابل ا دووات او موان زان. هاد الشيء الاخوان كيبغي غير شويه العقل وشويه الخدمه، اكيد شويه الصبر. دونك شنو غادي ندير دابا؟ شنو غادي ندير؟ غادي نكتب التحليل، حيت علاش؟ غايقول لك بو انتربريتي جيوغرافيكمون لي ريزولتا، جيومتريكمون لي ريزولتا ماشي غرافيكمون. اشني هي الانتربريتاسيون جيومتريك ديال لي ريزولتا؟ التأويل الهندسي للنتيجة شنو هي؟ هي ديك الجملة اللي كنكتبو اللي مرتبطة بالمماسات ماشي بالمقاربات، حيت كاين اللي كتقول لي في المقاربات أول نتيجة هندسيا كيعطيك التأويل ديال المماس، وكتقولها لي في المماسات وكيعطيك التأويل ديال يعني في قابلية الاشتقاق وكيعطيك التأويل بالمقاربات. لا لا، المقاربات أو لا الفروع الشجامية والفروع اللانهائية للعموم هادوك كيداروا التأويلات ديالهم فين؟ في حساب النهايات. أما في قابلية الاشتقاق كنديروا المماسات. شنو هو التأويل هنا؟ دونك سي دو اف ادمي اون دومي تونجونت demi tangente à droite on a على اليمين في A الإحداثيات ديال A هي ناقص واحد صفر أو ما ناقص واحد صفر موان زان زيرو صافي موان زان زيرو. هاد المماس هذا ديريجي فيغ لو بان ياك، حيت عندي بلوس مع الموان ديريجي فيغ لو بان، يعني نصف المس غيكون موجه نحو الاسفل. اذا سي دو اف يقبل نصف مماس هنا دومي طونجونت فيرتيكال، انا نسيت الاخوان فيرتيكال، دومي طونجونت فيرتيكال اون ا دروات on a moins 1, 0 dirigé vers le bas. Yak, moi je n'ai pas la sphère, n'est-ce pas? Ramoudi, à la liamine, fi, à nocta, a, n'a pas la sphère, qui m'a dit la moi je n'ai pas la sphère, moi je n'ai pas la sphère, mais quand je vous dis que tu j'ai, asphère, a, elle a sa vie, charade, elle a dit quoi? درست الإشارة على اليمين، درست النهاية على اليمين وعطات لي مولف فيني. إلا كانت عندي نفس الإشارة تما فين درست حسبت النهاية ومع النتيجة عندي نفس الإشارة، يعني موا موا ولا بلس بلس كيكون موجه نحو الأعلى، إلا كانوا مختلفين كيكون موجه نحو الأسفل. دونك بهاد الطريقة هادي باش كنديرو قابلية الإشتقاق. دونك ملي غنفوتو قابلية الإشتقاق شنو غادي نديرو دابا؟ تخي بيان، دونك غادي نديرو الإشتقاق، يعني غادي نشوفو واش هاد الدالة قابلة للاشتقاق، قابلة للاشتقاق في مجموعة التحريف ديالها. ثم غادي نحسبوا المشتقة ديالها، غنحسبوا لا فونكسيون ديريفي غنحددوها، ثم غندرسوا الإشارة ديالها وغنديروا الطابلو، الطابلو دو فاريسيون جدول التغيرات.